صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. بديت معكم اليوم الفيديو بالصباح بالفطور، يوم السبت ان شاء الله. وكي كنقول لكم دائما السبت كنحاولوا نخطوا الغياب ديال السيمانه كامله، نطق قبيله حيت عندي ما ندير، خدام على واحد المونتاج ديال واحد الفيديو. وديك الوقت اللي هكا اللي كنكونفيرتي لي فيديو حيت كنبدا نحولهم باش نخدم المونتاج، درت هاد الكيكه. هادي كيكه ديال الهرنيس، راه دائما كنت كنبارطاجيها معكم، راكم عارفينها هي اللي درت. صافي هنايا درت ليها الكلاصاج بالشوكولا ودانيت كراميل باش كيعطي داك لوغو مع كراميل الشوكولا، كيجي زوين. زينتها باللوز كونكاسي وصافي. حطيت الحوايج البازيك، زيت، زبده، العسل، ارغان. راجلي دائما تنقولها لكم، هو اتاي حنايا التيم ديال اولا فريق ديال الحليب. هنايا عندي هاد المخامر هادو، درت لهم زبده بلديه ذوبتها ودرتها لهم صافي. وخبيز فوالا، فطور ديال الزربه. نحولو شويه، نحلقو على الطبيله هكا باش تبان شي حاجه كثيره. المهم اليوم ان شاء الله كاينه مناسبه ديال الصديقه ديالي، ان شاء الله اليوم غادي دير واحد النهير بمناسبه الزواج ديالها ان شاء الله بالرفاه والبنين، وباش ما تمنات والله يجمع بيناتهم ان شاء الله بالموده وبالحب والاحترام يا ربي، ورزقها الذريه الصالحه. وداكشي علاش اليوم عندي الجره. دابا غادي نمشي نفطر ونعاود نتلاقاو ان شاء الله. ايوا البنات، المهم خرجت دابا غادي نقضي واحد الغرض ان شاء الله هو الاول، وعاد غادي نمشي الصالون. الصالون غادي نضطر انني نمشي ليه بكري حيت ما علمتها الصراحه بكري، ولقيت ديجا عندها عمر وعندها اليوم شعر ريصات. داكشي اش درت معايا، قالت لي ضروري 12 خصك تكوني عندي. صافي هادي تقريبا 11 شونس، نمشي نقضي الغرض باش نحاول غادي ندير كثر ما في جهدي انني 12 بيل تلقاني عندها. مع العلم ما غاديش نكمل كلشي وغادي نبدا ندور بالماكياج ديالي. المهم هانتوما معايا، نزل بالخف ديجا معطله، نزل بالخف نقضي الغرض نتلاقاو عند امل ان شاء الله. امل راكم عارفينني ديما كندير عندها هي الميكاب منها قريبه اليوم، منها خدمتها غزاله غزاله بزاف، ومن النوع اللي تيطيح ليا على الميكاب اللي كيجي معايا. انا ما كيجيوش معايا الالوان بزاف، كيجيو معايا الالوان الترابيه والمكياج خفيف. انا جيت عند امل دابا. المهم لافو ديالي كيف ما كتشوفوا بلا ميكاب، غير درت لها ليدغاتاسيون وليكرون مع الشمس في الطريق صافي، وخليتها كما هي. دونك راه كيما كتشوف راه ما فيها والو. جيتها في الوقت، يمكن لاول مره غادي 12، وقسم لاول مره غادي نجي الامل في الوقت. دائما هي كامل، قلت لك الوحده ما نجي حتى للجوج من عند الله. فين ما انا عندي شي حاجه كيخرجوا لي دي زومبيشمون في اخر لحظه. ايوا المهم درت اكثر من جهدي باش نجيها في الوقت. يلا دخلت كي قلت لكم ان شاء الله غادي تبدا لي الميكاب، وغادي ندير لكم واحد هذا التور خفيفه هنايا على هذا الكون المكياج فين كتخدم العريسات وكتخدم هكا لي كليونت ديالها. تبارك الله امل كي قلت لكم ديجا راه ماشي اول مره غادي نجربها، من نهار خدمت عندها الميكاب ما بقيتش كنبدلها هي تبارك الله عليها. اللي قلتو ليها هو اللي كدير لكم، وحتى لا تكنيك باش كتخدم الميكاب ديالها غزاله غزاله بزاف. السيده اللي هي بروفيسيونيل. المهم غادي ندير لكم، انا كنت ديما مبرصتها راه تقريبا قبل الكونفينمون، ياك فاش كنت قلت لك ديري لنا لي كور، قلت لها تجي لنا لي فورماسيون. انا بغيت نتعلم الماكي غير راسي، ما بغيتش والو. والله العظيم ديما مصدعه. ديك الساعه كانت صراحه بدير لي كور، الساعه صدقات جات الكونفينمون وصافي بقى داكشي هكاك. ولكن ان شاء الله ان شاء الله نهار ديرها البنات غادي نعلمكم. سورتو كانت ديك الساعه في الاول درت لها واحد البخي ابوردابل، تقريبا ما عمرني شفت شي ميكاب ارتست درت هذاك لو بخي في لي فورماسيون ديالها. يلاه دابا غندير لكم التور. هانتوما البنات، هذا هو الكوان فين كتخدم. كيعجبني عندها هذا الكوان زويون انتك كي كنقولوا. هنايا فين كدير الماتيريال ديالها فوالا. وبطبيعه الحال لي برودوي اللي عندها راه
لا كاليتي ماشي ولا المهم بنات انا خرجت من عند امل دابا من بعد ما ساليت الميكاب غادي دابا ان شاء الله للدار حتى غنمشي هو الاول حتى نلبس ونوجد عاد غادي نرجع ديك الساعه نمشي نقضي الغرض اللي عندي اون فوا نوصل للدار البنات وغادي نصور لكم ان شاء الله الميكاب كي جا جا غزال صراحه عجبني تبارك الله على الله يعطيه الصحه هانتوما البنات بالنسبه للميكاب ها هو درتو عند امل ميكاب نتوما كيف ما شفتوا قلت لها تحاول باش تجيني داكشي خفيف ما بيتش داك الايلاينر وقوه اللون فوق العين ودوك الشفار كثر فدرت لي شفيره خفيف بزاف الايلاينر تقريبا ما درتوش ليا وخدمت لي كي قلت لكم بالوان ترابيه كان بغيت شي حاجه اللي فيها قوه اللون فونسي ولا داكشي يجي كثير وترو شارجي باش يجي شويه انا كيجيني كيتمص الملامح ديال الوجه واللبسه اللي كريت عندي وسرا مود هي هادي مع العلم انني تلاقيت اكثر هاد الحويجات لقيتهم خارجين الشيء اللي بغيت نقول لكم هو ان شاء الله نهار تبغيو تكون عندكم شي مناسبه عدوا علموها قبل سيروا على تيساع وكريم وريزيرفيو البياسه اللي بغيتو خليوها التكشيطه ديجا كنت سمحوا لي التكشيطه ديجا كنت بارطاجيتها معكم نيت في ملي كنت عندها هي كل شيء هي 3 بياس كيفما كتشوفوا وكلها مخدومه باليد كلشي صراحه زوينه وفي اللون كلشي فيها هاد السبابيقه هادي نفس اللبسه اولا نفس سميتو كلشي في اللون والشكل ديالها في اللون كي قلت لكم كلشي بحال هكا هاو كنصور عليكم من تحت فوالا هادي هي التكشيطه وهذا هو المكياج اللي درت هكذا كما كتشوفوا صافي دابا غادي نخرج لان الوقت هادي اول مره في التاريخ انا غادي نمشي لشي مناسبه في الوقت دائما الا كنت معرضه مثلا مع السبعه ما غاديش نمشي حتى لديك التسعود ولا دائما اون روتار اول مره غنوجد والسبب راجع للامل كل ما قالت لي جي بكري كنت ما بقيت الغرض راه مشيت قضيت كي قلت لكم وليت الوقت فاش كنت صورت معكم وقلت لكم غنمشي حتى للدار عاد نمشي نقضي الغرض اللي عندي لبس عاد نمشي صدقت جاني التليفون وصدقت مشيت قضيت الغرض بخطره صدمت الصاد واخا هكاك الماكياج دار ليا شويه ولكن ماشي مشكل حاولت هكا نقاد شويه الغوتوش سيرتو مع النضاضر في البلاصه اللي كانوا فيها النضاضر جيت لقيتها هكا محفره ليا في سميتو عاود تروتوشيت شويه وصافي المهم انا دابا غادي نمشي نحاول هكا نقل لكم اجواء الحفل بلا ما نشد الناس بطبيعه الحال نحاول نشد غير راسي كاينه واحد المسمومه معانا هنايا ما خلاتنيش نصور سميت انا عيمه هي التاوي واحد المسمومه حداك عاد دخلت للدار
دوز معايا البنات واحد النهار ما شهيتكم فيه غزال غزال غزال، كان نهار 100% فام. واللي ميز هذا النهار اكثر هو كانوا غير العيالات ديال الخدمه، يعني ما كاينش البراني، الناس اللي متعوده عليهم كتشوفيهم يوميا، يعني كتكوني متلوقه قدامهم. الحيحه والنشاط راه دابا 12 قبل تولد تقريبا هادي باش دخلت، وراه من 3 وحنايا تما والله ما سخينا، كون ماشي هاد الكونفينمون مزيرين مع 11 وهذا زعما ما سخيناش، بردنا الهوايش كي كيقولوا كي. وانتوما كتشوفوا المكياج غنجي من هذا المنبر نقول الامان شكرا 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 بزاف، والله يعطيك الصحه. عرفتي البنات انا مني وليتي عارق بزاف، يعني فاش كندير الميك اب هادشي غير ما كنتحرك ما والو غير الا كنصاد، ما نعاودش ليكم كي كنولي كلي كنقطر عروقات، ولا كنت ملي كنمشي شي واحد كيدير لي شي ماكياج غير تاع الله يحسن العوان كتولي جلخة في وجهي تيتجلخ داكشي كامل، كنولي نقلب على لي لانجيت باش نمسح. ودابا هانتوما كتشوفوا راه صورت ليكم، ودابا راه كنقطر بالعرق، راه مازال عرقانه حيت يلاه دخلت مع الدروج، وتبارك الله ما بوجاش الماكياج ديالها، كنقولها شكرا بزاف تبارك الله عليها. التكشيطه ديال فاتي تاعي ما عندي ما نقول، ديال اليسرى مود حيت هي سميتها فاتي، راه كتشوفوا لاباج الانستغرام نيت كتكون فيها تيتيما فاطمه. ايوا هذا مكان دوزنا نهير زوي، ونعاود نقول لمريم الله يكمل بالخير بالرفاه والبنين ان شاء الله، والعقبه ان شاء الله الافراح اخرين نحضروا ليها في اسبوعها، واللي ما مزوجاش في الناس اللي كيتفرجوا فيا كنقولها الله يرزقها الزوج الصالح يا ربي، واللي بغات وليدات الله يرزقها الدودية الصالحة، والله يعطي لكل واحد ما تمنى يا ربي. غادي نختم معكم الفيديو هنايا، غادي نقول لكم طلعوا في راسكم، خليت لكم راحة البال، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بلوك جديد، في امان الله. السلام عليكم.